أبدا بذكر الله وصلي على الزين اللي جمع خلقه وحدها. ده أختر للمانزنا مخكي قرباني نشتا. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي چاچ د اختر لمانځنه مخکې قرباني وکړه نو قرباني ونه شو د دغه پر ځای د بل ګډ چیلې ذبح کړي. صحیح البخاري 5522 حدیث د جندب ابن سفیان رضی الله عنه په روایت. أبدا بذكر الله وصلي على الزين اللي جمع خلقه وحدها.